في أعلى هضبة أمقجار على طريق مدينة شنقيط تقع منطقة آجرور، وهي منطقة تشتمل على موروث محلي لحضارات قديمة كانت تستوطن هذه الأرض منذ أزيد من 6000 عام. وتمثل هذه الرسومات على الصخور سجلاً لحياة الإنسان البدائي في هذه المنطقة يوم لم تكن وسائل الكتابة متاحة. هذه الرسوم تتميز بأنها تعكس وجود حضارات قديمة يرجع تاريخها إلى 6050 سنة قبل الميلاد، وتدل أيضا إلى أن البشر اللي عاشوا فيها طبعا كان بشر يعتمد على القنص وعلى الزراعة وعلى تنمية المواشي آنذاك. طبعا هاي المنطقة كانت حسب الدراسات ساكنها والله فم نتاج طبيعي لتلاقح ما بين السود والبافور والبربر والعرب اللي عاشوا في هذه الفترات في هاي المنطقة اللي هي. تقع آجرور على طريق أمقجار التي اندثرت على مر عقود من الزمن، وقد تم تأهيلها العام الماضي نظرا لما تشكله من أهمية للسياحة والتنمية الحيوانية للبلاد. السنة الماضية الحمد لله تم تأهيل طريق أمقجار اللي تعتبر طريق أساسية لعدة مسائل، أساسية لأنها طريق سياحية، وهي الطريق السياحية تمتد أيضا على طول ما يقارب 40 كيلومتر من المناظر الخلابة بين الأودية والجبال والسهول، وبالتالي نعتبر على أنها تأهيلها على أنه لعب دور كبير في تنمية السياحة في ولاية أدرار، لعب دور كبير في التنمية الحيوانية أيضا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشكل عام، ولعب دور أيضا في أمان الأنفس والمارة اللي توخل قايسة باقي مناطق أدرار من أطار. بالرغم من قساوة الظروف المناخية في هذه الأرض، تتجلى هذه الواحات في صحاري أدرار لوحة بديعة تجمع بين ثنائية الباسقات من النخيل والكثبان الرملية، ثنائية يتراءى فيها جمال الطبيعة الصحراوية لهذه الولاية السياحية بامتياز. لقناة الموريتانية محجوب سويدي، منطقة آجرور.